يا مساء الخير أعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. أنا بحييكم من الاستوديو هنا، ومعانا ضيف جميل ومرنم لذيذ هقدمه لكم. وارجع أقول لكم بس كلمتين قبل ما نبتدي موضوعنا النهاردة: إله المعجزات أين هو؟ معانا ضيفنا الغالي مش أول مرة ومش آخر مرة إن شاء الله، معانا أبونا القسيس رضا عدلي. أهلا بيك أبونا، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، انا مبسوط اني اكون موجود معاك مع صديق عزيز قديم. وصلي ربنا يدي لك صحة، انا عارف انك انت النهارده كنت تعبان شويتين فليك كل العذر. واحنا بنصلي ان ربنا يدي لك الصحة. قدينا سعيد انك قدرت تيجي رغم تعبك. الله يخليك يا عزيز، الله يخليك. ومعانا كمان مرنمنا اللذيذ الاخ سيلة. انا وسهلا بيك يا اخ سيلة. اهلا يا ابونا، في شويه ترنيم حلوه النهارده. امين فيه. امين امين. وموضوع شيق جدا يا سيس رضا، يعني بجد إله المعجزات أين هو؟ عايز أقول لكم حاجة، إحنا هنبتدي، هتسيبونا بس 10 دقايق نتكلم، وبعد كده تليفوناتكم. أهلا وسهلا بيكم، طلبات الصلاة، أبونا مستعد يصلي معاكم، هيبقى وقت جميل جدا. وكمان بشكر ربنا حقيقي لأجل مصر، وأنا بحيي الجنود والشرطة وكل اللي بيحصل في مصر. حقيقة أنا بقول يعني بجد ربنا يكون معاهم، وبنصلي أجل أسر الشهداء أن ربنا يعزي قلوبهم. حقيقة القلب موجوع ومجروح من اللي بيسمعوا. أنا عشان كده عايز أقول ربنا مع رئيسنا ومع الحكومة ومع البلد، وكل شيء يبقى تمام وأمان، ومصر تكسب الكاس. آمين. طيب عايز أقول لكم على حاجة بجد، يعني تحيا مصر، ربنا يبارككم، وربنا يدينا وقت رائع النهاردة غير عادي. اوعى تنسوا قناة الكرمة في عيد الحصاد، تليفوناتهم موجودة على الشاشة، اتشجعوا وشجعوهم. ازيك يا ابونا؟ اهلا وسهلا بك حد أسيس. أسيس سمير، اهلا بك. ايه رأي حضرتك هو العنوان، يعني إله المعجزات أين هو؟ ده عنوان واحد زعلان، هو كده شكله واحد واحد زعلان عمال يسأل ربنا لأجل أمر ما ولم يحدث حتى الآن. فخلينا نبتدي يعني بالعنوان، بالعنوان، وبعد كده ناخد شوية الأسئلة مع بعض. الحقيقة العنوان دو عنوان هام وكاشف. هام لأنه بيسأل سؤال يختص بوجود الله، وبيسأل سؤال يختص بعمل الله، بوجوده وبعمله. لأن اللي بيقول إله المعجزات أين هو، يبقى بيسأل أولا عن وجوده، وبعدين بيسأل عن عمله. ونحن نعرف الله من خلال إظهاراته، ومن خلال عمله، ومن خلال إعلاناته، ومن خلال شخصه، ومن خلال العمل اللي بيعمله. حبقوق سأل نفس السؤال ده في سفر حبقوق، وشاف مشكلة، شاف مشكلة الظلم والجور اللي موجود والفساد اللي موجود في شعبه، فراح لربنا وقال له: أنت فين؟ لما تريني ظلما وقدامي اغتصاب وفساد وأنت ساكت؟ لماذا؟ ليه؟ ليه؟ وفعلا خد المشكلة دي وراح لربنا، خد المشكلة وراح لربنا. فبالتالي هذا سؤال مشروع. أساف كمان كان بيسأل عن فينك يا رب لما بشوف الناس الظالمين اللي جاوزوا تصورات القلب إلى آخره، أنت فين يا رب؟ يعني أنا ما أسأل أنت فين يا رب، ده مش عيب أبدا. ده أنا بعتقد أنه يجب أنك أنت لو عندك شكوك، أفضل ما يمكن، أفضل مكان تقدم فيها شكوكك هو شخص الرب. بس ربنا حاجة جامدة، يعني أنا أتكسف. ما هو بيقول كده يا حضرة القسيس، هو بيدعونا هلما نتحاجج،
هو هو بيقول لنا كده هلوم يعني هو بيقول لي تعالى اتكلم معايا هو اللي بيدور عليا هو من بدايه كدا. التاريخ بيقول ده فتح باب يعني ادم وكل بني ادم بيقول له اين انت ادم اين انت هلوم نتحاجج يقول الرب هو اللي بيقول تعالى الي انا زي ما رحتلوش ورحت له بسكه ثانيه ابقى غلطان هو محدد الطريق بيقول تعالى الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم ابراهيم راح يكلم ربنا قال له شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد أفتهلك البار مع الأثيم عشان كده الطريق إلى كان في مجموعة أحاديث زمان كتبها توفيق الحكيم الحديثي مع الله وأنا كنت سعيد جدا رغم اعتراض أحد الإخوة الفقهاء اللي قال يجب أن يكون العنوان حديثي إلى الله لكن انا سعيد ان توفيق الحكيم لان فرق يا اسيس رضا ما بين الى ومع حديثي حديثي الى اللي احنا كلنا بنعمله ده من طرف واحد ايوه ماشي لكن تقول لي هتكلم معاه كده زي ما يكلم الرجل صاحبه هو كان في ترنيمه على وقتنا زمان يا حط الاسيس بتقول يا طيبه ساعات بها اخلو مع الحبيب يجري حديثي معه سرا ولا رقيب فدلوقتي حتى في رقابه على التليفونات والموبايلات والفاكسات والايميلات ومش عارف ايه لكن نشكر ربنا ان انا هو عايزني اجي واقول له انت فين يا رب يعني اذا لما ما تحصلش معجزه من حقي اروح له وقول له ليه ما عملتش معايا كده شوف احنا لازم نخصص لو سمحت لي فقرة خاصة اعمل ايه لو ما حصلتش المعجزة لا انا جاي ده لازم السؤال علشان خاطر ايه لألا تبقى بس مش هنبتدي بيه لا يعني. مش هنبتدي بيه ده مهم جدا عشان كده انا قلت ايه لا يا واد خلي بالك من الدكتور الاسيس سمير لحسن بعدين يكروت النقطة دي ولا حاجة لا احنا انا لو نسيت فكرني اروح له ايه رأيك انا نسيت فكرني اروح له ماشي. اروح له يعني اروح له واساله سواء عايز المعجزه او المعجزه ما حصلتش او عندي مشكله هو بيقول لي تعالى هو بيقول لي تعالى طيب يعني هو في سؤال يعني هل عصر المعجزات خلينا نبتدي كده يعني عصر المعجزات انا افتكر الرب يسوع له كل المجد لما كان على الارض كان يقول يصنع خيرا يشفي جميع المرضى ده مكتوب يعني أيوة. فعايز اقول ده كان كنا محتاجين في الوقت ده لكده علشان البشارة لازم توسع اما دلوقتي فاحنا مش محتاجين للحتة دي شوف يا إيه رأيك أسيس لو سمحت لي انا محتاج استعرض مع حضرتك تاريخ في البداية عشان نتوقف عن يا ترى هل احنا محتاجين للمعجزات ولا لا او والمعجزات مستمرة ولا لا محتاجينها ولا لا شوف لا استطيع ان اتخيل ما قال عمر الخيام مرة قال السماء طبق مقلوب لا تسمع ولا ترى فلا ترفع لها صوتا ولا يدا وفي بعض المفكرين افتكروا ان الله خلق العالم وسابه وتركه لكن انا لا استطيع ان اتخيل هذا العالم الذي يسير بهذا النظام الدقيق جدا منذ الاف السنين دون وجود هذه القوة العظيمة الإلهية المعجزية الله الذي يقف وراء الكون كله اللي نقدر نقول ايها الرب سيدنا ما امجد اسمك في كل الارض حيث جعلت جلالك فوق السماوات إذا أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها إله الخلق بيشهد عن أنه عن أن احنا لا يمكن أن نتخيل العالم بدون وجود هذا الإله الضابط الكل خالق السماء والأرض نعم يعني إذن الله موجود بكل يقين ونحتاجه بكل تأكيد طب انت حضرتك عايز توصل لإيه في النقطة دي لأن أنا بقول هل إحنا نحتاج لعصر معجزات أو عصر معجزات انتهى أم لا بقول إيه جناب الأسيس لك تاريخ رائع جدا أكيد المشاهدين عارفين أسيس رضا عدلي طبعا تحب تسمع ترنيمة خصوصا ان معانا اخونا سيلا عشان سيلا يعني مرنم جميل قوي جدا نسمع الترنيمه وعايزك بس تفكر عشان يعني الناس بتشوفنا
طبعا. احنا محتاجين ولا كده خلاص؟ بكل سرور. وانا عايز ابونا بص عايز الاجابه تشيك ذا بوكس. حاضر. يس اور نو. حاضر. عينيا. وبعدين ندردش. تحت الامر. نسمع الترنيمه في الاول. نسمع الترنيمه. وبعد كده تشيك ذا بوكس. تشيك ذا بوكس. كان أعمى من زمان، أعمى منذ الولادة، ويسوع فتح له عينه، رجع ليه السعادة. ده لعازر لما مات، وخلاص الوقت فات، قال له يا لعازر اخرج، رجع ليه الحياة. يسوع هو الحل وانت رايح بعيد، تعالاله هو يقدر يديلك قلب جديد. يسوع هو الحل وانت رايح بعيد، تعالاله هو يقدر يديلك قلب جديد. تعالاله قل له خاطي، تعالى واصرخ إليه، تعالى له هو يقبل اللي بينده عليه. تعالى له قل له خاطي، تعالى واصرخ إليه، تعالى له هو يقبل اللي بينده عليه. يسوع هو الحل وانت رايح بعيد، تعالى له هو يقدر يديلك قلب جديد. يسوع هو الحل وانت رايح بعيد، تعالاله هو يقدر يديلك قلب جديد. تعالاله بكل حملك، تعالاله بالألام، تعالاله هو يملى قلبك راحة وسلام. تعالاله بكل حملك، تعالاله بالألام، تعالاله هو يملى قلبك راحة وسلام. ده يسوع هو الحل وانت رايح بعيد، تعالاله هو يقدر يديلك قلب جديد. يسوع هو الحل وانت رايح بعيد، تعالاله هو يقدر يديلك قلب جديد. يسوع هو الحل وانت رايح بعيد، تعالاله هو يقدر يديلك قلب جديد. لو مرضك كان خطير وملوش على الأرض حلول، تعالاله هو يقدر تقوم المشلول. لو مرضك كان خطير وملوش على الأرض حلول، تعالاله هو يقدر تقوم المشلول. يسوع هو الحل وانت رايح بعيد، تعالاله هو يقدر يديلك قلب جديد. يسوع هو الحل انت رايح بعيد، تعالاله هو يقدر يديلك قلب جديد. كان أعمى من زمان، أعمى منذ الولادة، ويسوع فتح له عينه ورجع ليه السعادة. كان أعمى من زمان، أعمى منذ الولادة، ويسوع فتح له عينه رجع ليه السعادة. يسوع هو الحل وانت رايح بعيد، تعالاله هو يقدر يديلك قلب جديد. ده يسوع هو الحل وانت رايح بعيد، تعالاله هو يقدر يديلك قلب جديد. ده لعازر لما مات وخلاص الوقت فات، قال له يا لعازر اخرج رجع ليه الحياة. ده لعازر لما مات وخلاص الوقت فات، قال له يا لعازر اخرج رجع ليه الحياة. يسوع هو الحل وانت رايح بعيد، تعالاله هو يقدر يديلك قلب جديد. يسوع هو الحل وانت رايح بعيد،
تعالاله هو يقدر يدي لك قلب جديد. تعالاله هو يقدر يدي لك قلب جديد. يدي لك قلب جديد. كلمة جميلة جدا. طب يا مرنم جميل كمان. لا سيلة عسل. طيب هو تليفونات بدأت، احنا قلنا لهم 10 دقايق ناخد تليفونين ونرجع للسؤال ولا نعمل ايه؟ حكم القوي على الضيف، اتفضل يا حضرة السيد. طيب ناخد تليفونين اتنين، ناخد تليفونين اتنين الو الاخت مرسى اتفضلي. مساء النور اتفضلي. اهلا وسهلا بيك. انا عاوز اسال سؤال وعاوز اطلب الصلاه. اتفضلي. انا كنت في مره عيانه فكان عندي ضعف في عضله جلدي، فانا كنت تعبانه جلدي، فانت كنت لما توقف في مره وقلت لي انه قدام التلفزيون هيجي يوم وهديش ابي ان انت كنت عيانه بس هتصحى. فانا الحمد لله سمعت الكلام ده وربنا خفعني، يعني زمان عاوز اكلمك عن الشهاده دي. ربنا يبارك حضرتك. امين. يعني. ربنا يباركك اخت مارسه. طلبت الصلاه تاني عاوزها الجزية بدل سنتين عنده التهابات في جنبه وفي قصته وفي سنتين على الخلفيه، يعني بعيده ونزل دكاتره في 22 دكتور. اسمه ايه؟ اسمه امجد. امجد؟ امين. ونفسي بقى تحط ايدك عليه وتصلي انا وعيالي وربنا يكمل معانا. امين. حاضر حاضر حاضر. الاخت مرسى هو جنبيكي؟ طيب طيب ماشي. طب غمضي عينك اخت مرسى، غمضي عينك وابونا القسيس رضا وهنصلي. غمضي عينك انت واللي جنبك وامجد اللي جنبك، وحط ايدك على راسك وعلى راس امجد. تحب تصلي لهم يا ابونا؟ تصلي لهم؟ كل سرور. يلا اتفضل يا ابونا. ابانا السماوي احنا بنثق انك انت الاله الشافي الذي تستطيع ان تفعل اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. ايوه رب مبارك. مكتوب جميع المحتاجين الى الشفاء شفاهم. شفاهم. بنؤمن ونثق انه بحبوره شفينا. من فضلك ردد يمينك على الطفل، على امجد، انت القادر انك تحرره وتديله نعمه وبركه وشفاء الهي سماوي من عندك يا رب. نؤمن ونثق ان عند ابتداء تضرعنا شخصك الكريم المبارك يستجيب بحسب المشيئه الالهيه الصالحه. اظهر ذاتك يا رب وتمجد في هذا الشفاء، لاننا نصلي باسم الرب يسوع. امين. اسم يسوع. امين يا اخت مرسى. خليكي معانا لغايه اخر حلقه والرب يتمجد ونسمع اخبار طيبه. هناخد الاخ موريس ونرجع نشارك مع ابونا. هاي الاخ موريس اتفضل. اسمعنا من التليفون وبلاش التلفزيون عشان الوقت، اسمعنا من التليفون. اتفضل يا اخ موريس اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل. الله يخليك. مساء الخير يا قسيس سمير. مساء النور زي حضرتك. الله يخليك يا باشا، احنا مش ناسينك يعني من ايام ما كنت معانا في خلاص النفوس المنيا. امين. ربنا يبارك حضرتك. الله يخليك. اتفضل. اهلا وسهلا بيك. لينا طلبه صلاه عندكم. ايوه. وعاوزينها يعني يمكن ربنا يتمجد فيها. بالنسبه للايه بتاعت اين هو اله المعجزات. فدي آية يعني صراحة كويسة وهي موجودة، بس اللي احنا محتاجينه. ايوه. امين امين يا اخو مريس. امين. احنا محتاجينه بس محتاجين للعمل بقى بتاعها. امين امين. خليك لاخر حلقة وهنصلي معاك ضروري جدا يا اخو مريس. ماشي. ربنا يبارك حضرتك. امين. هناخد الشيخ رضا من العبور ايوه يا شيخ رضا اتفضل. مساء الخير يا ابونا. مساء النور اتفضل. ومساء الرضا على الشيخ رضا. يا مساء الرضا على الشيخ رضا. وحشنا يا حبيبي. تعيش تعيش. ربنا يباركك يا ربنا يباركك. حلقه مميزه ولخ سيله رائع يعني. نشكر ربنا. جدا ربنا يبارك ويباركك انت كمان. شكرا ليك. امين. منورين. ربنا يباركك يا جناب الشيخ. ربنا يبارك حضرتك ويبارك حضرتك. نرجع بقى لموضوعنا دلوقتي.
انا يعني انا عارف عندنا اسئله كتيره ونفسي في بانوراما من الكتاب المقدس عن المعجزات وكده، لكن القسيس رضا عدلي، عشان بس القسيس رضا عدلي اللي قاعد قدامي دلوقتي صديق العمر بالمناسبه، هل يعني يقول لنا في معجزات ولا الموضوع ده انتهى؟ لابد ان نؤمن ان اله المعجزات موجود، بس خلاص يسوع المسيح هو هو امسا واليوم والى الابد، بس الله لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران. آمين. حتى لو انت هو الله وسنوك لن تفنى، سنوك هو هو. امين. حتى لو انا ما خدتش المعجزه، حتى لو انا مش شايف المعجزه، حتى لو القسيس رضا، حتى لو انا ما خدتش المعجزه، بالظبط كده اله المعجزات موجود. وبرضه انا نفسي نتكلم ماذا لو انا ما خدتش المعجزه، دي مهمه جدا، نقطه مهمه جدا، لان عدد كبير جدا من المشاهدات والمشاهدين ربما لا ياخذ المعجزه، ماذا افعل عندما لا اخذ المعجزه؟ وبيقاسوا اله المعجزات موجود، بيقاسوا الامل بيفقد وربنا بقى بعيد وحاجه زي كده. طب عايز تحكي لنا شويه عن المعجزات في الكتاب المقدس ولا نبسطها ازاي؟ احكي يعني لك. شوف انا بشوف المعجزات في الكتاب المقدس على الاقل في ثلاث مراحل كبار. ايوه، وانا نفسي ان احنا نخلي بالنا منهم. نمره واحد، اكبر كميه معجزات حصلت في زمن الخلق. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أكبر كمية معجزات حدثت في وقت موسى مع إعطاء الناموس. نمرة تلاتة، أكبر معجزات خلق حدثت في عصر إيليا وأليشع في عصر الأنبياء. أكبر معجزات حدثت مسجلة في الكلمة المقدسة في عصر شخص الرب يسوع وبداية الكنيسة المسيحية. أنا بتكلم على المعجزات المسجلة اللي هي في الكلمة الكلمة المقدسة. لاحظ كده معايا، نمرة واحد في الخلق، اتنين الناموس، تلاتة الأنبياء، أربعة الكنيسة. وكأن الله قصد أن يسجل لنا في الكتاب المقدس البدايات التي احتاجت إلى تثبيت، التي احتاجت إلى إعلان إلهي مكتوب الله يصادق عليه ويؤكد على صحته وعصمته من خلال الآيات التي صنعها. فمع الخلق، شوف كمية المعجزات اللي نشوفها في سفر التكوين أصحاح واحد وأصحاح اثنين. الخليقة البديعة، إذا أرى سمواتك عمل السموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، مع إعطاء الوصايا العشر وما تبعها من الناموس الطقسي واو إلى آخره. الله أيد موسى بهذه المعجزات التي صنعها وإخراج شعب إسرائيل من أرض مصر. أيضا في عهد الأنبياء، إيليا وأليشع أكبر كمية معجزات نستطيع أن نراها، وطبعا شخص الرب يسوع والكنيسة الأولى. مش معنى كلامي، خلي بالك يا جناب القسيس، مش معنى كلامي أنه لم تكن هناك معجزات أخرى بين وقبل وبعد هذه العصور، الخلق، الناموس، الأنبياء، الكنيسة. لا 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 لا، عمل الله المعجزي مستمر يعني بأشكال مختلفة، لكن هذه المعجزات الله سجلها لكي يؤكد أن نمرة واحد، أن اللي اتكلموا دول هم رجال الله، وأن إعلان الله إعلان صادق إعلان أمين، وما يريده أكدوا بهذه المعجزات. عشان كده اتكلم وقول إيه في جملة واحدة، عايز أختم حديثي وأقول لحضرتك عن التلاميذ مثلا، يقول لنا الكتاب: وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام، ها، الرسالة بالآيات، بالآيات التابعة. وبولس نفسه، الآيات هنا اللي هي المعجزات، وبولس نفسه في كورنثوس 12:12 يقول: علامات الرسول صنعت بينكم بقوات وآيات وعجائب. فالنهاردة إله المعجزات موجود، بيعلن عن نفسه في العصور المختلفة في كل عصر، لكي لا يقول إنسان هو فين إله المعجزات، هو إله المعجزات اختفى ولا انتفى ولا انتهى ولا إلى آخره. لكن هذا لا يعني أن هذه المعجزات محصورة بهذه العصور فقط بعينها. إذا الكتاب المقدس كله، البانوراما اللي حضرتك قلتها لنا دي، بتقول لنا أن إله المعجزات منذ بداية الخليقة حتى يومنا هذا، بالضبط، بأشكال مختلفة يعني. طيب قلت لنا حاجة مهمة قوي، إن كان الرسل
يعني يكرزوا بالإنجيل، وكان يثبت كلامه بالإيه؟ بالآيات، بالآيات التابعة. أنا عايز أعرف بس الكرازة هنا، ما واحد ممكن يكون بيتفرج علينا دلوقتي يقول لك إيه الكرازة مربوطة بالآيات، في كرازة يبقى في آيات، ما فيش كرازة يبقى ما فيش آيات، ولا ملهاش دعوة؟ لا أنا هقول لحضرتك القصد من الآيات التي صنعها الرب بواسطة الرسل هو لكي يؤكد أن رسالة الرسل هي من عند الرب. هذا الإنجيل المقدم الموجود بين إيدينا الرب أكد على صحته وعصمته من خلال المعجزات التي صنعها. بمعنى أنا النهاردة الرسول بولس يصنع معجزات، الرسل رسل المسيح صنعوا. طب ايش عرفنا ان الرساله اللي انتوا بتقدموها دي رساله صحيحه؟ هذه الدليل. فكانوا محتاجين اثباتات. لكن خلي بالك انه مش كل المعجزات اللي صنعها الرب يسوع وصنعها رسل المسيح كتبت، مش كلها طبعا. فيقول لنا مثلا في يوحنا 20 الايه 30 و31 وايات اخرى كثيره صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، لكن هذه الآيات المعجزات كتبت. اللي سجلها كتبت لتؤمنوا حاجتين، أن يسوع هو المسيح ابن الله، دي واحد. خلي بالك من كلام بتقوله عشان أنا برضو عندي سؤال. لا اسأل زي ما أنت عايز. لتؤمنوا أن يسوع المسيح هو ابن الله. نمرة واحد. واحد. اتنين. نمرة اتنين. ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة بسميلي. طيب يا سيس رضا، واضحه الفكرتين دول جدا؟ اتمنى تكون واضحه عندكم، مش كده؟ طيب بص يا سيس رضا، خليني برضو معاك بالراحه كده دلوقتي. حضرتك بتقول لتؤمنوا، يعني الايات دي وهما بيكرزوا كانت بتبقى موجوده عشان تثبت. ايوه. وتؤمن، اذا مش يعني لو انا دلوقتي لا اؤمن بان المسيح هو الله، انا راجل لا اؤمن، بص بقى عقلي يقول لي ما تنفعش، ما تجيبليش اني الله جيب بني ادم، ربما احتاج الى معجزه حتى اقتنع. انا عايز ولا ايه يعني؟ اقول لحضرتك يعني نصلي للراجل ده نقول يا رب اديله معجزه عشان يؤمن؟ اقول لحضرتك ولا نعمل ايه؟ انا اقول لحضرتك اعتقد اله المعجزات يستطيع ان يظهر ذاته بصور كثيره جدا مختلفه متنوعه. انا لا اضعه تحت حصر. طبعا الله اذا انت بصدق عايز تتعرف على شخص المسيح هو يعلن نفسه، مش شرط معجزه، له طرق عديده وكثيره. يظهر لي بالليل مرات كثيره في الاحلام وفي رؤى، ودي معجزه برضه يا ابونا. انا عايز بس اقول كلمه معجزه دي ممكن يبقى ده اعلان الهي بيعلنه بطريقه معينه لهذا الشخص الذي يريد ان يعرف. لكن انا عايز اقول لك حاجه، مش حكايه المعجزات للايمان. انا هقول لك، انت فاكر حضرتك الغني والعازر في بشاره لوقا؟ لما المسيح ضرب هذه القصه وقال لهم انه الغني مات وراح جهنم، ماشي؟ وشاف ابراهيم، شاف لعازر في حضن ابونا ابراهيم، وطلب منه قال له يا ابتي ابراهيم ارسل لعازر لان لي 5 اخوه لكي لا ياتهم ايضا الى موضع العذاب هذا. كويس؟ يعني دلوقتي عايز كرازه ومعجزه عشان يروح يقول لهم. وطبعا لما يقوم من بين الاموات يبقى دليل على ان الرساله بتاعته ايه؟ سليمه. الرب قال له ايه في هذا المثل؟ قال له عندهم موسى والانبياء. قال له لا، ده ان قام واحد من الاموات يصدقون. لاحظ الجواب اللي جاوبه المسيح على فمه يقول لك ايه؟ ان كانوا لا يسمعون من موسى والانبياء ولا ان قام واحد من الاموات يصدقون. الله، يعني حتى لو وصلت معجزه قيامه بالظبط بيقول لك ان كانوا لا يسمعون برضو من موسى. يسمعون من موسى يعني ايه؟ ما موسى كان مات من زمان. لا يسمعون من موسى يعني ايه؟ يا يسمعون من كتب موسى والانبياء، كتب الشريعه، الكتب العهد القديمه. ان كانوا لا يسمعون من موسى والانبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. عايز أسألك سؤال وأنت أستاذ ورئيس قسم، ربنا يبارك، الرب يسوع العهد العهد الجديد بيسجل لنا 36 معجزة الرب يسوع صنعها. 36؟
سجل لنا في العهد الجديد 36 معجزه الرب يسوع صح. طبعا ايات كثيره صنعها لا يعني مش 35 35 زي بعض ماشي. اصل هقول لك حاجه, العدد ده عدد غاش بمعنى ايه؟ اتصور بقى هو لما يشبع 5000 يبقى دي معجزه واحده. اتصور فعلا مره حسيت ان هم 36 معلش انا ما عنديش مانع لكن لما يشبع 5000 غير النساء والاطفال دي تبقى معجزه واحده, ولا اشبع كل واحد في ال 5000 دي دول 5000 معجزه غير النساء والأطفال. فعلا لما يبقى شفع 10 بورس دي معجزه واحده ولا دي ايه؟ تبقى 10 مش كده ولا ايه؟ لما يشبع 4000 في مره ثانيه 4000 مش كده ولا ايه رايح؟ اذا الرقم ليس الرقم صحيح. ما عشان كده انت تقول لي 15 16 ولا 20 ولا لا 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 لا, 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 لا. انتوا خدتوا بالكم الكلام بيقول اساس ده الرقم الصح, الكتاب كله مليان معجزات. ايوه يا ابو بالظبط. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ انه النهارده الرب لما صنع هذه المعجزات الرب قال له عندهم موسى والانبياء إن كانوا لا يسمعون. أو شوف عدد المعجزات اللي الرب يسوع صنعها. ها طب ما هو أقام الموت وشفى العميان وأبرأ البرص والعرج وأقام الموتى وقام أقام نفسه, كانت النتيجة إيه؟ ده لما أقام لعازر تأمروا عليه عشان يقتلوه ويقتلوا لعازر أيضا. فالنهاردة اللي أنا عايز أقوله إيه, هناك فارق ضخم بين أنك أنت عايز تتعرف على ربنا وتعرف الطريق الحقيقي لنوال الحياة الأبدية. الرب قادر أن يظهر له لك ذاته بطريقة, هو له طرقه هو له طرقه. الطريقة إيه؟ يمكن يكلمني عن طريق نبزة, يمكن يكلمني عن طريق آية, يمكن يكلمني عن طريق حدث, يمكن يكلمني عن طريق شفاء, يمكن يكلمني عن طريق رؤى في الليل, يمكن يكلمني عن طريق معجزة تحصل في بيتي, يمكن يكلمني عن شفاء الرب يمتعني بيه. الرب له طرق عديدة وكثيرة بيتعامل بيها عشان يظهر ذاته ويتعامل معانا. طب جميل. أو أنا بس عايز أسأل سؤال, بعد ما أسأله هنسمع ترنيمة وبعد نسمع الإجابة. دلوقتي يا ابونا ناس كتير بتفكر, وأنا واحد من ضمنهم بصراحة بجد, يعني إن ربنا ما بيعملش معجزات مع حد إلا لازم يكون يعني طاهر بقى بطريقة فظيعة, يعني يصل الى درجه انه ملاك ما فيهوش اي حاجه غلط, فربنا يعمل معاه معجزه. لكن يعمل معجزه مع واحد مؤمن تعبان او حالته مش قوي, يعني هل المعجزات بتشترط حاجات فيا علشان ربنا يعمل معايا معجزه؟ في حاجات لازم تحصل معايا او انا اوصف ما هي صفاتي الذي يقبلها الله حتى يجري معه معجزه؟ انا بس السؤال. يعني نسمع ترنيمه وبعد كده ايه نسمع الإجابة. مش كده ومعانا تليفون من أمريكا كمان. طب انت براحتك بقى, بيسلموا عليك بقى النهارده. معرفش بقى, نسمع الترنيمة وناخد تليفون, قلنا ناخد تليفون أمريكا, ناخد تليفون أمريكا عشان ما يقفوش على الخط عشان فعلا. ألو ألو. أيوة جناب الأسيس إبراهيم. أيوة يا أبونا الأسيس, ازيك يا أسيس إبراهيم؟ الله يسلمك يا أبونا الأسيس. ازاي بورتلاند؟ ازيك انت بورتلاند؟ كويسة الله يكرمك. شكرا الله ومنتظرين حضرتك. ربنا يبارك حضرتك. اتفضل يا ابونا اتفضل. اشكر الله من اجل حضرتك واشكر الله من اجل فاضل القس رضا عني, ربنا يباركه. شكرا. الكلمات الجميله, وبشكر الله من اجل الاخ تيله في الترانيم الحلوه. كان عندي استفسار بسيط في اعمال الرسل اصحاح 12, اثنين دخلوا السجن يعقوب وبطرس, واعتقد الاثنين الكنيسه صلت من اجلهم, لكن الرب سامح انه يطلع بطرس بمعجزه وسامح ان يعقوب هيرودس يطلع رجل ويموت. فمرات بنصلي والناس بتصلي في وقت من الاوقات الرب بيستجيب لشخص, وفي وقت من الاوقات الرب بيستجيب بلا. فبالنسبه لفاضل الدكتور رضا ابونا الاسيس رضا عدلي يوضح الفكره دي, ان مش كل حد بيصلي ربنا ملزم انه يعمل معاه معجزه او يستجيب لصلاته, لان في بعض الناس بتتعثر وبيزعل من ربنا ويقول طب ما احنا صلينا كتير من اجل واحده كان عندها كانسر, او صلينا من اجل واحد كان مريض, او صلينا من اجل واحد كان عنده مشكله وما تخلتش. وهذا لا يفقدنا ثقتنا في وجود الله, وهذا لا يفقدنا ثقتنا في وجود إله المعجزات. ربنا يبارككم وربنا يستخدمكم حق رائع جدا. مرسي يا سيس إبراهيم. مستمتعين في أمريكا
لهذا الامر. ربي يبارك. ربنا يباركك يا ابونا، ربنا يباركك. شكرا يا سيدي ابراهيم. حقيقه قبل ما ناخده من رامي، حقيقه فعلا سؤال سيدي ابراهيم ده اللي احنا بنقوله، الناس بتزعل من ربنا لما ما يعني لا، والاكتر من كده بقى ما يشفي واحد وما يشفيش التاني، يطلع بطرس ويعقوب يموت كده. ففعلا يعني عارف ساعات الحاجات دي بتترك اثر يعني. طيب ناخد تليفون ونسمع ترنيمه من الغسيله. الو، مساء الخير. مساء النور، زي حضرتك. ازي حضرتك حفلة سيف؟ نشكر ربنا. اتفضلي. مساء الخير يا سيف رضا، ربنا يبارككم والغسيله حلقه رائعه، ربنا يبارك حياتكم. بجد موضوع شيق جدا. عايزه اطمن كل حد موجود بيشاهدنا وبيشاهد الحلقه، اقول له فعلا ان اله المعجزات موجود، هو امس واليوم والى الابد، لم يتغير ابدا. إله الماضي وإله دلوقتي وإله الوقت اللي جاي. ولو في عجالة بسيطة، أنا عندي معجزة حصلت معايا الرب عملها، ده لو تسمح حضرتك إن أنا ممكن أقولها في عجالة سريعة. لو بسرعة يبقى كويس قوي، اتفضلي. أنا كانت في سنة 2016 كانت معايا مرات ابني، كانت حامل ودخلت عشان توضع، فالجنين توفى في بطنها وحصلت مشاكل ومضاعفات نزفت لغاية ما وصلت للموت. حطت على أجهزة، القلب والكبد والكلى كله توقف. ابتدينا نصلي ونصرخ للرب حقيقي فعلا، وبقيت دخلت في تحدي وصراع مع ربنا، وقلت له أنا مش همشي من هنا الله وماخدها ماشي على رجليها، لأنك أنت موجود. وفعلا يا ابونا صدقني احنا عشنا ليلة صعبة، لكن تاني يوم الرب فعلا أقامها زي ما أقام ابنة ييروس بالضبط تماما. بجد قد إيه إلهنا صالح، إلهنا عظيم، إلهنا موجود وهو حي ويقدر. وأنا بطمن كل حد بيستنى إن الرب يعمل معاه معجزة، بقول له إن الله موجود وهيصنع المعجزة، سواء بالشفاء أو مش بالشفاء، هو هيصنعها بطريقته الخاصة. آمين. وبشكركم كتير خالص على الوقت الرائع ده. ربنا يباركك. آمين آمين. ربنا يبارك حضرتك، اهلا وسهلا بيكي. نسمع ترنيمه ونرجع نتكلم. امين. وناخد التليفونات، ما تزعلوش مننا، خليكم وهناخد تليفونات ضروري ضروري. تحتار وتفكر تعالى لي، أنا عندي حلول. اترك مشكلتك قولها لي، أنا بيك مشغول. هقدر عالبحر في هيجانه والعدو يسكت جوه لسانه، هقدر عالبحر في هيجانه والعدو يسكت جوه لسانه، تخطيطي هيظهر في اوانه وانا المسؤول. تخطيطي هيظهر في اوانه وانا المسؤول. لو حتى اخواتك واصحابك في الشده سابوك ومحدش خبط على بابك، انا برضو ابوك. لو حتى اخواتك واصحابك في الشده سابوك ومحدش خبط على بابك، انا برضو ابوك. هعرف اكفيك وارتبها، تتفاجئ قوي من ترتيبها، اصل انا بالتوقيت بحسبها ما انتش مطروح. هعرف اكفيك وارتبها، تتفاجئ قوي من ترتيبها، اصل انا بالتوقيت بحسبها ما انتش مطروح.
هشاور لك على سكة مشيها هديك النور تتلذذ بيا تعديها وتعيش مسرور أحلامك تطلع من عندي اطمن وافرح واخدمني أحلامك تطلع من عندي اطمن وافرح واخدمني أنا عايزك تهدى تسلم لي اتملي بالنور سيب المستقبل ده عليا أملاه أناشيد اوعى تنسى انك لك فيا كل المواعيد سيب المستقبل ده عليا املأ اناشيد اوعاك تنسى انك لك فيا كل المواعيد انا حاطت ايدي على حياتك عارف دارب احتياجاتك انا حاطت ايدي على حياتك عارف دارب احتياجاتك بس اظبط على وقت اوقاتك فرحك هيزيد بس اظبط على وقت اوقاتك فرحك هيزيد يا انا حاطط ايدي على حياتك وهرشدك ده معاه جي بي اس بقى ده كده مديني جي بي اس جلوبال بوزيشن سيستم ايوه ابونا اتفضل الحقيقه الكلام اللي قاله جناب القسيس ابراهيم من امريكا في اتصاله معانا ده شيء حقيقي زي ما أشار في سفر الأعمال أصحاح 2 نلاقي الكنيسة كنيسة واحدة كانت بتصلي من أجل 2 كانت بتصلي من أجل يعقوب وبتصلي من أجل بطرس والرب سمح بأن بطرس بأن يعقوب يستشهد وتنتهي حياته وأن بطرس يستمر لأنه له رسالة بحسب ترتيب الرب بالفعل أنا كمان بصدق على الكلام ده وبقول الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 11 نلاقي في الآية 34 يتكلمنا عن أصح الإيمان ويقول أطفأوا قوة النار نجوا من حد السيف خدت بالك من التعبير ده نجوا من حد السيف في الآية 37 يقول رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف ففي ناس نجت وفي ناس بالإيمان بنفس الإيمان يعني مش إيمان ده قوي ونفس الأصحاح مش إيمان قوي وإيمان ضعيف مش لأن ده عنده خطية وده ما عندوش مش لأنه ده كويس وده وحش لا 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 الله له خطة وأنا عايز أقول إيه ينبغي أن احنا نضع الله كلي القدرة والله كلي الحكمة الاثنين دول مع بعض كلي القدرة هو مش إله أوتوماتيكي هو مش فول أوبشن ها هو مش 21 برنامج هو مش متعهد رسمي لإخراج المعجزات لا هو كلي الحكمة كلي القدرة وكلي الحكمة له حكمة له في الموت مخارج وهو يسمح بالتجربة وفي مرات كتيرة يدخلني التجربة يطلعني منها وفي مرات كتيرة يحفظني لكي لا أدخل ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير فاللي أنا عايز أقوله إن إحنا يجب إن إحنا ما نبقاش عارفين إن فلان مدام المعجزة دي حصلت معاي يبقى أنا تحصل معايا أو إن الرب عمل المعجزة دي في حياتي أنا شخصيا قبل كده وإنه لازم يعملها بعد كده ما الرب في مرة طلب من موسى إنه يضرب الصخر وفي مرة طلب منه كلم الصخر هو نفس الشخص ونفس الموقف ها لكن الله له معاملات تختلف الله وتتباين الله له معاملات تختلف وتتباين طبعا يعني اذا ممكن يشفي واحد او ما يشفيش يشفي واحد والتاني لا ليه مشيئه طبعا ده اللي عايز اقوله لحضرتك اكيد ما هو أنا بولس مثلا انا بس عايز اعرف ان انا فهمت صح يعني انت فاهم كويس قوي ما بولس نفسه شفى كثيرين وتضرع لاجل شوكه موجوده عنده في الجسد هو نفسه
يعني هو نفسه كان عيان، هو نفسه كان عيان، كان عنده شوكة في الجسد، ما نعرفش في عينيه ولا حمى ولا ما نعرفش ايه طبيعته، كان الام كان عنده لكن مشكلة، لكن كان عنده شوكة في الجسد. طب ليه ما صلاش؟ طيب ما هو نفسه بيقول تضرعت للرب ثلاث مرات، صلى ثلاث مرات، ثلاث مرات، والرب قال له الإجابة المعروفة الجميلة جدا اللي أرجو لو أي واحد فينا طلب معجزة ولم تحدث هذه المعجزة، أو عنده مرض عضال لا شفاء منه وتضرع للرب أكثر من مرة وكنيسة صلت ولم تحدث هذه المعجزة، يسمع الإجابة. قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. مرة تانية بكرر الآية، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ده اللي أنا عايز أقوله النهاردة. نحن لا نؤمن بإله أوتوماتيكي في صنع المعجزات، إله كلي القدرة وكلي الحكمة. يعني يعمل المعجزة بالطريقة الذي يراها وفي الوقت الذي يراه وحسب مشيئته. بالطبع. وده الكلام بالطبع. بالطبع. بتقول. طيب بالطبع. الـ 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 المشاركة دي يا أبونا اللي حضرتك شاركتها على عين والراس طبعا، لكن دي ما تخلينيش وانا عندي الضغط والسكر والكوليسترول، ما تخلينيش ابطل اصلي بقى واقول له ما انت هتعزيني وخلاص، ولا اعمل ايه؟ الحقيقه ان احنا لا يجب ان نتوقف على الاطلاق عن العلاقه مع الله. والله مش جمعيه تعاونيه تسدد جميع الاغراض لكل البشر والناس واقفين طوابير. انا علاقتي مع ربنا تعبير جميل جدا ده بصراحه. لا مش جمعيه تعاونيه او زي دقيق لجميع الاغراض، خدت بالك؟ عارف الدقيق لجميع الاغراض الستات عارفين الحكايه دي، بيقول لك دقيق لجميع الاغراض مكتوب على الكيس. هو انا علاقتي بربنا علاقه شحاته، هو انا ما في ما اعرفوش غير فقط في وقت الاحتياج، يعني ما اسالش ما اطلبش ربنا ليه؟ يشفيني ولا حاجه خالص، اسال اشبع بيه وبس اطلب، لكن انا في نفس الوقت عليا ان انا الاحظ الاتي، لازم الاحظ مشيئته. مشيئته ايه؟ لازم اقول زي ما بيقول في مزمور 40 الايه 8، ان افعل مشيئتك يا الهي سررت وشريعتك في وسط احشائي. انا علاقتي بربنا مش علاقه شحات بيطلب وبس. طب لا طب يا ابونا هو هيكشف اللي مشيئته فيريحني يخليني ما اقعدش اطلب بقى واصرخ على يعني انا تعبان او حد بيتفرج علينا مريض يطلب مشيئته الاول، يعرف مشيئه ربنا الاول ولا يطلب المعجزه؟ شوف انا عايز اقول لحياتك انا واحد الاول، يعني انا هقول لحضرتك حاجه انا عليا نمره واحد ان استمر في حياتي مع الرب، لان سر الرب استمر في علاقتي مع ربنا على طول. كلام جميل. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمي، انا اعيش معاه ومن خلال معيشتي معاه زي ما بيتكلم في رومية 12 واحد واثنين، هو يكشف لي هو يكشف لي. عايزني أطلب بلجاجة زي المرأة اللي كانت بتطلب بلجاجة من أجل لجاجتها زي ما بيتكلم في المثل ولا عايزني أطلب بثقة مرة وأقول له لتكن مشيئتك والحكاية أقفل الموضوع على كده؟ فأنا علي أعيش معاه. رومية 12 واحد واثنين بيقول إيه يا جناب الأسيس؟ يقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الدهر، بل خلي بالك من الكلام الجاي، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ليه؟ لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكامل. حتى بيقول لتختبروا مش لتعرفوا، يعني مرات كتير احنا نبقى عايزين نعرف دي عايزين الطاسة دي هي اللي تعرف، وبيقول لتختبروا يعني أعيش معاه يوم بعد يوم. أيوه. أكل كلمته، أتغذى بالكلمة، أعيش في الكلمة، أعيش قصة الكتاب المقدس، أحياها كل يوم، أتغير إلى تلك الصورة عينها، فأختبر ما هي مشيئة الله الصالحة المرضية الكامل. هو يعرفني يا ترى الموضوع ده مغلق، يا ترى علي ان انا انتظر، يا ترى علي ان انا استمر في الصلاه. هو يعلمني. مفيش حضره الاسيس واحد في واحد يساوي اتنين في علاقتنا مع ربنا. الله ليس اوتوماتيكي، مش اله بنتعامل معاه مكنه ادوس على زر يديني معجزه. اله حكيم واله كلي القدره. كلام جميل جدا، بس ده هيخليني اسال سؤال تاني برضو. يعني دلوقتي اذا لابد ان اعرف المشيئه وأعيش مع ربنا ببساطة، يعني وأعرف إرادته وسر الله لخائفيه عشان أكتشف المعجزة.
ويقول لي أكتشف اعمل ايه قصده او اكتشف قصده ويقول لي اعمل ايه صح كده تمام ماشي اذا لا تحدث انا بقول نتيجه لكلامك ايوه اذا لا تحدث معجزه او لا يكشف الله قصده الا لخائفي اذا اي واحد بعيد عن دايره العائله السماويه العائله الالهيه ما ينفعش يحصل على معجزه ابدا ما اعرفش انا فهمت صح ولا فهمت انت طبعا. فهمت صح بس انا عايز اكمل الحته الاخيره دي طيب. لانك انت انا عارف موقعني في حته انا موقعتك لا ده انت راسمها ده انت انا عارف انك انت قاصد الحكايه دي انت مقدم انا لسه قاصد انا لسه هقصد مقدم برنامج ناجح جدا الله يخليك انا عارف من الاساس رضا دي شرف ليا يا ابونا العفو حبيب قلبي شوف يا حضره القسيس إجابة لسؤال حضرتك إحنا علينا إن إحنا مش بس نعيش مع ربنا وإن إحنا نتوقف أو لا نتوقف أو إلى آخره لكن إحنا علينا إن إحنا في كل يوم نعيش حياة الإيمان وإحنا واثقين إن هو إله التعويضات بمعنى إيه يا حضرة القسيس مرات كتيرة أنا أطلب شيء الرب يعوض زي بالظبط ما حصل مع إسحاق إن في زمن القحط الرب عطى 100 ضعف أصابت الأرض 100 ضعف فعلا. وهو بيقول أعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد مرات كتيرة أنا بطلب شيء لا أناله ها؟ لكن تبص تلاقي الرب تدخل بأسلوب آخر يعوض بطريقة أخرى وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد فتبص تلاقي إيه حتى بولس نفسه يقول ايه ده انا اصر بالضعفات ها لكي تحل علي قوه المسيح لانه حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي قوي فمرات كتيره الرب بيسمح بالالم وبيسمح بالتجربه لان له قصد في حياتي انا اوافق معاك طبعا يا ابونا طيب تليفونات كتيره دلوقتي نعمل ايه ناخد التليفونات طبعا انا ما بحبش اقطعك بصراحه لا 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 انت مش كلامك انت يعني. هتقطع كلامي مش هتقطعني انا لا طبعا هتشر عليك هناخد التليفونات الو باسم اتفضل ايوه باسم الو ايوه الو يا باسم اتفضل مساء الخير مساء النور اتفضل ازيك سمير عامل ايه؟ انا بس اللي كلمتك عن المشكله دي بتاعت المشكله الزوجيه متابعيني كلهم ايوه 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 اخي باسم اخبارك؟ بصراحه مع كيم متابعني و... وبيصلي لي بامانه كل يوم بيتصل بيا وبيصلي معايا بس الاخ حكيم الموضوع ما اتحل الاخ حكيم المسؤول متابعه متابعني على طول كل يوم يعني وربنا كبير ربنا يحل لا يعني انت عايز معجزه بصراحه طالب معجزه بصراحه يعني امين ابونا هيصلي معاك ابونا هيصلي لك خليك لاخر حلقه وابونا هيصلي معاك ضروري وفريق المتابعه فريق جميل قوي يعني اشكر ربنا لاجلهم نشكر ربنا نشكر ربنا طيب يا باسم ربنا يحل بس خليك انت عندك استعداد ربنا يحل ربنا بامانه يزورها زياره خاصه كده انا طالب من ربنا يزورها زياره خاصه كده ليها هي امين يا اخي باسم امين هنصلي معاك هنصلي معاك هنصلي معاك بنت الرب اهلا وسهلا بيكي مساء النور يا اخت ازيك يا بنت الرب اتفضلي حضرتك انت على الهوا انا طالبه طلب الصلاه رب يجربنا انا رب يعمل ايه؟ نجرب للرب عيالي طيب انا ما سمعتكيش قوي بتقول ان اقرب لربنا مش كده؟ اولادها الرب يقربهم لي يعني يربحوا للرب لاولادك امين امين يا بنت الرب امين وفي طلب صلاه تاني عمالك نجري بيه على اسيوط امين وعنده 7 سنين امين امين ابونا هيصلي في اخر حلقه خليك معانا ما تقفليش التلفزيون ما تبعديش وابونا هيصلي مع حضرتك اخر حلقه انت والاخ باسم وكل طلبات الصلاه
طيب يا ابونا. الو. طيب في تليفون يعني بتيجي وتقع وناس بتزعل، يا رب لو تسمع من فريق متابعه تزعل مننا قوي. انا انبسطت جدا من متابعه فريق المتابعه. اشكرك للاخ باسم. الاخ فريق جميل بصراحه، فريق المتابعه. انا مبسوط جدا ان احنا مش مجرد بنقدم شويه حتى الاسيس، احنا بنقدم خدمه حقيقيه في البرنامج هنا. أشكرك. مش مجرد بنطلع على التلفزيون ونقدم برنامج والحكايه انتهت على كده، لا، خدمه مثقله بالنفوس بالفعل. وده يشجع اي مشاهده او مشاهد يتصلوا، انه يتصل ويثق حتى بعيد عن البرنامج بالمناسبه. طبعا طبعا طبعا، عندنا حوالي يمكن فيما لا يقل شهريا عن 7-8000 واحد بيتابعوا، يعني نشكر من فريق كامل. نشكر ربنا. انا نفسي انك انت تفكر في مره نعمل كذا مؤتمر صدقني ممكن لاستجابات الصلاه. تعرف الناس اللي اختبروا استجابات صلاه في البرنامج هنا او البرامج السابقه بتاعت حضرتك، اعمل مؤتمر الرب استجاب لي. أمين. وهات الناس دي كلها تعمل تيجي معانا. طيب اجي معاك تيجي معانا تعمل نعمل فرصه شكر سيله برضه جماعيه للرب. صدقني بيسمع صلاته بيستجيب. احنا نفسنا الاخ باسم انت سامعني طبعا، الاخ حكيم كان بيقول له فريق المتابعه كله يعني دون ذكر اسمائهم، المهم يعني كانوا بيتكلموا بيقولوا ان احنا هنجيب في حلقه حالتين او ثلاثه من ربنا تمجد معاها ويحكوا هم وكده، نفسهم قوي يعملوا حلقه زي احنا نعمل مؤتمر مؤتمر على بعضه، نجيب 200 بني واحد اخ واخت اختبروا معاملات ربنا، سواء في الشفاء، سواء كان في الخلاص، سواء في حل المشكلات، سواء في سداد الاحتياجات، في تذليل الازمات وهو الى اخره. ونيجي نعمل فرصه شكر ربنا، يعني احنا بس شاطرين نطلب. اعمل مؤتمر زي كده خلاص يا ابو، وصدق وخلي قناه الكارما وقنوات اخرى تيجي تنقل على الهواء الحصاد ايه اللي الرب بيعمله بالفعل. احنا شاطرين بس في ان احنا ناخد طلبات الصلاه، ولما الرب يستجيب طبعا نيجي نشهد للرب. طبعا طبعا طبعا. ما شوف دي تاني حاله يعني الاخ باسم، وفي اخت اتصلت قال كده برضو. الو. ايوه عشان ناخد كمان ابونا يشاركنا. الو. الو. ايوه اتفضل. ايوه ايوه اتفضل. انا معاك باسل ممدوح من المنيا. انا وسهلا بيك يا اخ باسم اتفضل. حضرتك انا عندي موقف في القطر طارق وكنت طلبت صلاه. عندي ضمور في القطر بالظبط. عنده ضمور. ضمور فين؟ هنصلي لك يا اخ باسم، يعني ما تبعدش عن التلفزيون. ابونا هنيجي في الاخر كده وهنعمل 5 دقايق صلاه لاجلكم كلكم باسم الرب يسوع المسيح. حاضر يا اخ باسم. حاضر حاضر حاضر. بنت الرب اتفضلي. ايوه عاوزه طلب الصلاه. ايه هي ايه طلبتك؟ ايه طلبتك؟ اتفضلي. عندي مشكلة في البيت وطالبة الرب يحلها. يا رب مشكلة. يا رب يقدر ربنا يحلها. ما تقلقيش ما تقلقيش. نعم انا عارفة ان هو يحلها، بس هيحل. الواحد محتاج ربنا. طبعا ليك حق. طبعا طبعا طبعا. امين. ما تمشيش بعيد. حاضر يا بنت الرب. حاضر يا بنت الرب. خليكي مع التلفزيون، ما تطلعيش بعيد، وابونا وهنصلي في الاخر. طلبات صلاه يعني بحب اسمع البرنامج بتاعك او ربنا يباركك. ربنا يبارك حضرتك، واحنا والبرنامج كمان بيحب حضرتك. فريق المتابعه بالمناسبه طول الاسبوع اتصل في ناس هيصلوا معاكي كمان ويشجعوكي يعني. ايوه يا ابونا. تسمح لي نتكلم عن كيف انال معجزه؟ لسه كنت هقول لك مش كده برضه يعني. انت ليه بتتكلم بروح القدس جامد النهارده كده؟ لا جامد ولا خفيف، احنا قلت لنا على المؤتمر مش كده وحاجات في قلبي صدقني. طيب بعد ما توضح لنا شويه، عايز الاخ هيكون حضر لنا ترنيمه لغسيله، ترنيمه جميله. انا هاخد نص الحاجات بتاعت كيف انال معجزه في حياتي وبعد كده نسمع ترنيمه نسمع. أيوة. ونرجع بعد ونرجع كده نتكلم مع بعض للنص الثاني. انا نمره واحد عليا ان انا في الاول افهم المشكله اللي انا بعاني منها. دلوقتي انت بتجاوب على كيف انال معجزه من الرب. من الرب. عليا نمره واحد اني افهم الموقف اللي انا فيه. يا ترى
هل التجربة اللي أنا بمر فيها لطمة من الشيطان زي ما حصل مثلا مع أيوب أو مع المرأة المنحنية، أو زي ما الرب قال لبطرس هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة؟ على أن أنا أفهم يا ترى هل الموقف اللي أنا فيه، الأزمة، المشكلة، المرض، الأزمة اللي أنا فيها، هل هي لطمة من الشيطان ها؟ أو هل هي لامتحان الإيمان زي ما حصل مثلا مع 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 إبراهيم، مش كده؟ حدث بعد هذه الأمور أن الرب امتحن إبراهيم، قال له خد ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وأصعده لي محرقة. هي ترى هل هي لامتحان الإيمان ولا هي لطمة من الشيطان، ولا هي تأديب على عصيان، عقاب على عصيان، عقاب على عصيان؟ عشان كده يقول الكتاب من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. يبقى علي ان انا في الاول احدد المشكله، احدد الازمه، احدد انا ليه بطلب المعجزه دي من الرب. علي ان انا افهم ها السبب ايه. دي نمره واحد. نمره اتنين، مهم جدا ان انا افحص نفسي، افحص نفسي. يبقى ما انا جايز جدا بعد لما اشوف ايه السبب، ايه المشكله بتاعتي، هل هي مش بعد ما افهمها يعني. افهم علي ان انا افحص نفسي. علي مثلا لو في عندي خطيه في حياتي، يقول الكتاب في سفر الامثال اصحاح 28 الايه 13 يقول من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. ما جايز انا الرب قاصد بالمشكله دي ان انا اجيله وان في خطيه بتحرمني من متعه ولذه وبركه تدخل الله المعجزي في حياتي. عشان كده يقول في مزمور 32 لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله، قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيتي. عشان كده مهم جدا ان انا الرسول بولس بيقول على ما اذكر في كورنثوس الاولى 11 الايه 30 فيكم كثيرون مرضى وكثيرون يرقدون. ليه؟ بسبب علي ان انا افحص نفسي بالفعل. بعد ما افهم افحص. نمره ثلاثه، علي اني انا استخدم الوسائل المتاحه. يعني ايه الوسائل المتاحه؟ الرب هيعمل معجزه في حياه اشعياء، في حياه حزقي ها، لكن اشعياء يقول ايه؟ خدوا قرص طين في اشعياء 38 ويضعوه على موضع الدبل فيبر، على موضع المرض. بيستخدم التين كوسيله من وسائل العلاج. خدتي بالك؟ مثلا الرب بيقول ايه؟ في ست اجران ماء. هيستخدم الاجران الماء عشان يصنع معجزه. طب في سمكتين وخمس ترغيفه، الرب استخدم السمكتين والخمس. طب في دهنه زيت موجوده في البيت، ها؟ إليه أليش يستخدم دهنة الزيت علشان خاطر الست تسدد الديون اللي عليها. يستخدم أوعية يقول لها روحي هاتي أوعية من جيرانك وصبي دهنة الزيت واللي امتلأ انقليه وبعيه. يبقى الرب النهاردة يقول لنا إيه؟ عليك أنك أنت تشوف الإمكانيات المتاحة إيه. مرات كتيرة إحنا نبقى طالبين معجزة وقاعدين كده، شوف إيه المتاح، شوف ايه الموجود. يبقى عليك انك تفهم المشكله، واحد. نمره اتنين، عليك انك انت تفحص نفسك، وعليك انك انت تستخدم الوسائل المتاحه. كمان ليكن لك اراده الايمان. يعني هقول لسعادتك ما نقولش ليكن لك الايمان، لا لازم تحط كلمه اراده. لازم احط كلمه اراده. ليه؟ لان كلمه ايمان دي مرات كتيره كلمه جميله لكنها مطاطه. عشان كده يجي الرب يقول ايه؟ يقول مثلا ايه؟ اتريد ان طبرأ. يبقى مش حط بس الإيمان، ده حط إيه كمان؟ إيه؟ حط إرادة إرادة المريض بقى بالظبط، رغبته. ماذا تريد مني أن أفعل بك؟ يبقى هنا إرادة الإيمان. عشان كده يقول للمرأة الكنعانية إيمانك شفاك، إيمانك قد شفاك. ويقول لقائد المئة عظيم عظيم إيمانك. يبقى النهاردة لابد من إرادة الإيمان. بمعنى إيه؟ إرادة الإيمان هي الإيمان المعبر عنه بصورة عملية. عارف الإيد يا حضرة الأسيس؟ أنا شحات، أنا رايح بطلب من أبويا السماوي، بطلب منه تدخل. إرادة الإيمان هي الإيد، يقول له إيه؟ مد يدك، مد يدك. هي دي إرادة الإيمان. لأن الرب نفسه يقول إيه؟ كم مرة أردت ولم إيه؟
ولم تريده. انت معايا؟ يعني اذا ما فيش معجزة تحدث الا برغبة عند صاحب الامر اللي يحتاج معجزة. ايمان، ارادة الايمان، لازم يكون في ارادة الايمان عشان انال المعجزة. بالضبط. لكن ما فيش الحتة دي مش هقدر اخد، مش هقدر اخد. هو نفسه يقول كم مرة اردت ولم تريده، مش هقدر ياخد. يبقى بالضبط، يبقى انا محتاج ارادة الايمان. حضراتكم سامعين معايا عشان انا عارف ناس تتفرج علينا كتير محتاجة معجزة. نحتاج الى ثلاث نقط. انا حفظتهم يا عزيز. برافو عليك. اولا افهم، ربما تكون لطمة من الشيطان، من الشيطان، او امتحان الايمان، امتحان ايمان او عقاب على عصيان، على عصيان. برافو عليك يا عزيز. لا انا حفظتهم. وبعد كده افحص نفسي، بعد كده استخدم الوسائل المتاحه ليا، ويكون عندي اراده. كلام ابونا كان كلام واضح. طيب اخد كام تليفون من حضراتكم عشان عارف منتظرين بقالكم كتير. اخد كام تليفون كده. الو. جناب القسيس فلوبوس، اتفضل يا ابونا. ازيك يا قسيس؟ اسفين انا مخليينك مستني بقالك كتير، اسفين جدا. اتفضل. من بدري بس انا مستمتع. انا اسف. جميله. لا لا لا، مستمتع بالحلقه الجميله مصير. مع حضرتك ودكتور القس رضا عدلي والاخ فيله. شكرا ربنا. شكرا علينا جدا، والبرنامج جميل جميل جدا. شكرا ربنا. طبعا انا قدام الدكتور رضا عدلي طفل صغير. العفو العفو. اتعلم دائما. لكن يعني بحب اشارك بمشاركه بسيطه عن الصلاه وقوتها. ايوه. الصلاه، قريت مقوله بتقول الصلاه تعمل فينا وتعمل في الظروف وتعمل في الاخرين. الصلاة تعمل فينا وتعمل في الظروف وتعمل في الآخرين. واحد قال في الأم باسيليا شليمنج، قالت إن تغير الصلاة الظروف التي من حولي ستغيرني أنا. لا أقبل الظروف. أحيانا كتير بنصلي كتير في حاجات ونلاقي مش بتتحرك الحاجات دي. يكون الله لي هدف، أنا أتغير نفسي. والصلاة أيضا تعمل في الظروف اللي حواليني. وطبعا في مواقف كثيرة في الكتاب، ظروف الفتية وهم في الأتون، ظروف بحر هائج، الصلاة بتعمل في الظروف وتعمل أيضا في الآخرين، الصلاة بتغير في الآخرين. ولازم يكون جوانا ثقة إن الصلاة بتعمل الأمور دي. وأنا جوايا ثقة كبيرة، عندي كلمة خاصة أتمنى تصلي بأجلي فيها، ونصدق إن ربنا يتدخل في القلب. والرب يبارككم على برنامجكم الجميل، وربنا يستخدمكم. تحياتي لكم جميعا ولكل الساده المشاهدين. ربنا يباركك يا قسيس فلوبوس، ميرسي. مشاركات جميله. الاخ حنا اتفضل. ايوه. ازيك يا جناب القسيس؟ ازي حضرتك؟ اتفضل. ازيكم؟ الله يخليك وربنا يبارككم. وانت كمان. يا ريت الصلاه من اجلي، عندي مشكله ومحتاج معجزه. يسوع يدخل ويعمل لك المعجزه يا اخ حنا. امين. البيت خربان، والمره ما تقعدش في البيت، ومعانا بنت صغيره متشرده وسطينا، وانا تعبان نفسيا خالص. يا الم فظيع يعني اللي بتعمل مشاكل وبتشتم الجيران وبتمشي وما بتقعدش في البيت ومشتكين وفي المحاكم. وانا بتالم جدا عن بنت الصغيره وتعبان نفسيا خالص. طب لك حنا يعني رقمك بس، تليفونك لو تسمح يعني تسيبه في الكنترول روم، وفريق المتابعة هيتواصل معاك من بكرة إن شاء الله. فريق المتابعة هيتواصل معاك ونشوف نعمل ايه. أمين. أمين يا خحنا. ربنا إله عظيم، ربنا إله عظيم. عايز أعقب على الكلام الجميل اللي قاله جناب القسيس فيلوبوس. فيلوبوس من اسكندرية. احنا عايزين بس نقطة الصلاة دي نبقى قلناها عشان خاطر هي نقطة أساسية زي ما اتفضل حضرته وقال المسيح نفسه، قال هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. بالصوم والصلاة. أنا عايز أضيف للصلاة الصوم. وإحنا بمرات كتيرة، وخليني أنتقد نفسي نقد ذاتي أنا، إحنا كإنجليين في مرات كتيرة بنقصر في
بصراحه في الصوم. بصراحه انت بجد يعني بصراحه كنائس اخرى كثيره بتهتم بالصوم. احنا انا مش بتكلم على صوم مجرد حفظ ايام معينه، لكن انا بتكلم على ممارسه حياه الصوم اللي اتكلم عنها المسيح، واما انت فمتى صمت فادهن راسك، وقال شويه شروط للصيام يعني، وصلي الى ابيك الذي يرى في الخفاء فابوك. فالنهارده احنا محتاجين هو المسيح علمنا هذا الدرس بصوره واضحه. خلي بالك كمان لما يقول لنا عن ايليا، ايليا كان انسان تحت الالام مثلنا، يمكن في ناس كتيره متالمين. طبعًا طبعًا. وصلى صلاه، يبقى النهارده الصلاه بتحرك ايد الله زي ما اللي تحرك الدنيا كلها. لما كان في كارثة في سفر يوئيل، في كارثة الجراد، وأطلقوا قال نادوا بصوم فظيعة، نادوا باعتكاف. النهاردة أنا بعتقد أن إحنا محتاجين، وأنا بقول للإخواتي والكنائس الإنجليزية بالذات اللي أنا جزء منها، إحنا محتاجين مرة تانية نعيد أهمية الصوم. ما في نفس الجزء اللي اتكلم فيه عن الصلاة، أما أنت فمتى صليت، وقال أما أنت فمتى صمت. عشان كده احنا محتاجين نيجي بتضرع قدام الرب، زي بالظبط ما أستير طلبت من شعبها صوموا وصلوا من جهتي علشان خاطر الرب يعطي منفذ، يعطي يعني انقاذ. لو حد بيتفرج علينا دلوقتي ومتألم في أمر ما، نقول له مثلا نشجعه يصوم ويصلي بالضبط، والرب يتدخل في الأمر ده. الهدف من الصوم مش مجرد الانقطاع عن الطعام، الغرض من الصوم هو زي ما قال الكتاب عشان تفتكر الرب اللي أذلك في البرية وأطعمك، لتعلم أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يعني الصوم ده عشان تفتكر أن الرب في البرية أذلك، عشان تعرف أهمية الكلمة. يعني مش الصوم الهدف منه مجرد الانقطاع عن الأكل، لا، لكي تعلم أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. الهدف من الصوم هو ان انا افضل كلمه ربنا واتلذذ بيها، والرب يتدخل من خلال الكلمه ومن خلال الصلاه في حل المشكله. مجد للرب. بعد الترنيمه اللي هنسمعها دلوقتي من اخ سيلا، عايز اسال سؤال: ماذا لو لم تحدث معجزه؟ ماذا افعل؟ ما احنا قلنا ربنا ممكن يعمل ممكن ما يعملش معجزه. امين. عايز اعرف بس لما ما تحصلش يعني. امين. نسمع الأخ سيلا. نسمع الأخ سيلا. كل مرة بشوف إيديك قوية وقديرة، سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة. كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة، سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة. مرة تمشيني عالمية وعنيا عليك، وان عليت الموج عليا تمسكني ايديك. مرة تمشيني عالمية وعنيا عليك، وان عليت الموج عليا تمسكني ايديك. وإن عليت الموج عليا تمسكني إيديك. كل مرة بشوف إيديك قوية وقديرة، سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة. كل مرة بشوف إيديك قوية وقديرة، سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة. مرة تشق قصاد البحر وعلى أرضه تمشيني، فرعون ومركباته يغرق وتعديني. مرة تشق قصاد البحر على أرضه تمشيني، فرعون ومركباته يغرق وتعديني. فرعون ومركباته يغرق وتعديني. كل مرة بشوف إيديك قوية وقديرة، سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة. كل مرة أشوف إيديك قوية وقديرة، سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة. مرة تمشيني في النار ولاقيك عن يميني، ونبوخذ نصر يحتار إزاي بتنجيني.
مرة تمشيني في النار ولاقيك عن يميني نبوخذ نصر يحتار زي بتنجيني نبوخذ نصر يحتار ازاي بتنجيني كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة سلطانك ملهوش حدود حلولك كتيرة كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة سلطانك ملهوش حدود مرة قلت انك نايم في سفينة الحياة رد البحر وريح العاصف ده هو الإله مرة قلت إنك نايم في سفينة الحياة رد البحر وريح العاصف ده هو الإله رد البحر وريح العاصف هللويا كل مرة بشوف إيديك قوية وقديرة سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة كل مرة بشوف إيديك قوية وقديرة سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة مرة تسد بدهنة زيت ديون السنين مليت كل فراغ في البيت خيرك عايشين مرة تسد بدهنة زيت ديون السنين مليت كل فراغ في البيت خيرك عايشين مليت كل فراغ في البيت وبخيرك عايشين انا كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة مرة ابليس يشهد انك بسيك حواليا حوالين كل ما املك وكل ما ليا مرة ابليس يشهد انك مسيك حواليا حوالين كل ما املك كل ما ليا حوالين كل ما املك كل ما ليا كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتير يعجبني قوي هو بيقول سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتير وحلولك كتير طيب عايز بس يعني احنا ممكن ناخد تليفونين اتنين وارجع مع حضرتك هناخد تليفونين اتنين بالظبط وتسامحونا بعد كده يعني الو بنت الرب تفضلي مساء الخير مساء النور تفضلي ربنا يبارككم بجد يعني امين موضوع الحلقه بتاعت النهارده استجابه صلاه من ربنا ليا يا طب كويس بجد صدقني يعني عندي بنتي ما بتسمعش ومستنيه معجزه وبصلي له ليل يا رب كدا. يا رب متأكدة ان هو هيخليها تسمع زي ما كانت بتسمع الاول امين يا رب امين يا رب هي كانت بتسمع الاول كانت عندها 3 سنين بس ما اعرفش اللي حصل انا لسه بسأل هي رسمه مش شيطان ولا ربنا عايز ياخدني انا لايه طب متأكدة ان عايز يعمل حاجة حلوة امين ابونا هناخد وقت الصلاة في الاخر يعني في اخر حلقة وكده يعني خلاص احنا قربنا على الاخر ما تمشيش بينا على التلفزيون وتحط ايدك في ودن بنتك ونصلي معاها وتحصل معجزة باسم يسوع باسم يسوع اهلا بيكي اهلا بيكي بنت الرب يعني بنات الرب انا نادية انت نادية طلعني على الهواء طب ما هو انت على الهوا انت يا اخت ناديه بنت الرب اللي بتتكلم دلوقتي طب خلاص اتفضلي بلاش التلفزيون ايوه بلاش التلفزيون انا كده سامعك ابعدي شويه وانت ناديه ماشي اتفضلي يا اخت ناديه اتفضلي انا بنتي كان عندها كهرباء في القلب وكانت هتعمل العمليه يعني فالدكتور كان قايل تبطل العلاج مده 3 ايام وجت على اليوم الثالث فاجت جدا جدا وبقى كان كاتب لي على ابر ان لو حصلت لها المضاعفات دي تديها ابره على طول
فجبت الاسعاف على كان يزوها الابره ويودوها المستشفى، ما كانتش عايزه تدخل الابره خالص، وابره ثانيه كذلك برضك ما كانتش عايزه تدخل في العروق بتاعتها وازرق، وبقيت اصرخ لربنا يا رب يا رب بصوت عالي جدا، والله يتمجد ورب فيها الروح، والحمد لله وعملت العمليه ونشكر ربنا الحمد لله. امين امين امين. الحمد لله على سلامتها. الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. امين. طب يا ابونا باين لنا ثلاث دقائق. عايز مني ايه فيهم بقى؟ الوقت جري ازاي؟ ايوه. عايزين نصلي، ناخد وقت صلاه مع الناس دي اللي اتصلت كلها طبعا يا ابونا، محتاجين نصلي معاها. هل في طلبات؟ الاخ شكري المخرج بيقول لي دلوقتي ان في طلبات كتيره وصلتهم كمان. خلينا نقول كده لو في دقيقه في عجاله، وهنشوفك تاني ان شاء الله، هنشوفك تاني، انت عارف انا بحبك قوي، هنشوفك تاني. فهل ينفع في دقيقه اديني خلاصه كده، انا انتظر معجزه ماذا افعل؟ انا اقول لك الاتي. انا اقول لك انتظر الرب. انتظر الرب، يعني ما تحطش عينك على المعجزة. أيوة. لكن حط عينك على شخص الرب نفسه. انتظر الرب نفسه. يقول كده انتظارا انتظرت الرب، فتكون النتيجة ايه؟ مش الهدف، ها؟ تكون النتيجة ايه؟ فمال إلي وسمع صراخي. نمرة اتنين، انتظر إجابة من الرب. يقول كده حبقوق على مرصدي أقف وأنتظر وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. انتظر الرب، انتظر إجابة من الرب، انتظر تشجيع من الرب. الكتاب يعلمنا أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. حاجة تانية، مش بس انتظر الرب، انتظر توقيت الرب. جايز الرب النهارده يجي في الهزيع الرابع، جايز الرب النهارده انت انى لكنه يستجيب، ها؟ انت وانت فايه؟ فانتظرها لانها ستاتي. لنخف الرب الهنا الذي يعطي المطر المبكر والمتاخر في وقته، يقول انا الرب في وقته اسرع به، ها؟ فالنهارده انا عايز اقول لكل واحد النهارده بينتظر معجزه، اقول له انتظر الرب. وحاجه تانيه، انتظر توقيت الرب. وحاجة تالتة، أقول له أثبت في كلمة الرب. يقول الكتاب في يوحنا 15:7، إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. عشان كده أقول لك أثبت في الرب، ها؟ وأقول لك انتظر الرب، وأقول لك انتظر توقيت الرب، وانتظر أسلوب الرب في التدخل في المشكلة. اوعى تحط للرب موديل انسر، اجابة نموذجية. وتنتظر ان الرب يحل الحكاية وتقول له مثلا ايه، fill in the spaces، املأ الفراغات، او وصل الف ب ب علشان خاطر يتدخل. لكن انا عايز اقول لك شيء اخير، كلمة الله اللي تثبت فيك اهم من المعجزة. يقول الكتاب وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. أثبت حتى من رؤية الرب على جبل التجلي وسماع صوت الآب المبارك بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. عشان كده أنا عايز أقولك أثبت في كلمة الرب. آمين. خلي عينك على الرب. آمين. انتظر توقيت الرب وتدخل الرب في الوقت المناسب. مجدا للرب. حبالينا دقيقة ونص حقيقي. بشكرك يا أبونا كتير أو على الوقت الجميل ده. وقت حلو حلو معاك بجد. أنا شاكر ضيافتك ليا في برنامج جي وقتك بصراحة. يعني بس الوقت بيجري بيجري، بس ما خدتش بالك إنك أنت كنت تعبان قد إيه وكنت جاي من عند الدكتور. والرب أعطاك لمسة إلهية من عنده. آمين. علشان خاطر تقود الحلقة وترنم وتسبح وتعظم وتمجد ربنا، وديك فرحان رغم إنك أنت كنت جاي تعبان. مجد للرب. طيب الأخ سيلة، لا بشكرك جدا لاجل وجودك كمان معنا غسيله. ثانك يو، شكرا بجد. اعزائي المشاهدين الكرام، نصلي معاكم في الدقيقه اللي جايه دي، غمضوا عينيكم كده معانا
وهنصلي مع بعض ونسمع الموسيقى مع الأخ سيلة ونصلي مع بعضينا يا رب أنا بصلي لأجل كل نفس يا رب فعلا طلب الطلبات صلاة كتير قوي والعيانين والتعبانين عندهم مشاكل اتدخل في كل هذه الظروف يا سيدي باسم الرب يسوع المسيح باسم الرب يسوع المسيح آمين أنا أؤمن بكده آمين آمين أشكركم جدا أعزائي لأجل هذا اللقاء الأسبوع الجاي عندنا مفاجأة جميلة جدا وحلقة رائعة جدا انتظرونا الأسبوع القادم وأترككم في رعاية الله